للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من فرانكفورت كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشال روني نعمة. أستاذ روني أهلا وسهلا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. يعني كما تابعت تقلبات واضحة في الأسواق العالمية وخصوصا في الأسواق الأمريكية، يعني ما سبب هذه التقلبات؟ نعم، يعني البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي مثل الـ CPI والـ PPI يلي إجوا أعلى بكثير من التوقعات، وتبين أنه في ضغط صعودي للأسعار، أسعار السلع وغيرها. السبب أكيد بريطانيا تعيد فتح اقتصادها، وكذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يلي عجلوا شوي باللقاحات، أيضا كندا. ولكن تقرير الوظائف غير الزراعية الـ NFP إجا ضعيف، وهيدا عمل يعني معاكس عادة بيعملوا طمأن المستثمرين يلي كانوا خايفين من الاوفر هيتينج ايكونومي، من انه الاحتياطي الفيدرالي رح يبدا في تخليص التحفيز. تبين انه بالوقت الحاضر ما في هالمشكله، واكد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا اليوم انه هيدا الضغط السعودي مؤقتا ترانزيتوري، يعني بصير في نوع من القلق على التضخم بيرجعوا بطمئنوا الاسواق الاحتياطي الفيدرالي. هاي اللي تبعناه، يعني رغم قفزه التضخم اللي تبعناها يعني تقريبا 4.2% اظن، الفيدرالي يقلل من المخاطر، لماذا برايك؟ وهل الدولار برايك يثق بتضمينات الفيدرالي على عكس الاسواق؟ نعم، هلا صحيح انه اكثريه الاعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقللون من المخاطر، ولكن من ناحيه اخرى في كابلن يلي هو الاكثر تشددا بين المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع تناقص تدريجي قريبا وارتفاع في الفوائد في عام 2022. يعني التضخم وارتفاع الأسعار بنظر كابلن سيخرج عن السيطرة، لكن الأسواق حتى الآن تتجاهل تعليقاته. أما بالنسبة للدولار، الدولار الأمريكي يتحرك جنبا إلى جنب مع عوائد السندات الأمريكية، وتنخفض عائدات الولايات المتحدة عندما لم يعد التضخم يمثل تهديدا، ويصعد عندما يكون التضخم مصدر قلق. فمن لذلك كمان تقلبات الدولار. لدينا أيضا الذهب، يعني يبدو أنه في أعلى المستويات تقريبا في 3 أشهر. ما الذي يدعم هذه الارتفاعات، وما هو المستوى المستهدف برأيك للذهب؟ نعم، هلا اكيد اللي بيدعمه كمان اكيد الانفليشن ثريتس، التضخم او القلق من التضخم. يعني حتى المستثمرين الذين لا يخشون التضخم عم بيشتروا الذهب، لانه يرون السلع مثلا مثل الخشب والقهوه والذره والبن والنفط ترتفع، وبيشتروا الذهب للتحوط من التضخم والتنويع في حالة حدوث أسوأ سيناريو. نحن نتوقع أن إيلون ماسك نعم سأتحدث عن إيلون ماسك، تبعنا تغريداته التي تؤثر بقوة سواء على تسلا أو البيتكوين. برأيك ليس هناك قانون يعني ممكن أن يمنع هذه التغريدات، لأنها يعني تعتبر نوعا ما تتلاعب بالسوق كما نتابع؟ نعم، هلا التلاعب بالسوق باستخدام تويتر بدأ مع الرئيس دونالد ترامب السابق دونالد ترامب. لا ليس هذا مخالفا للقواعد، ما لم يتم بيع الاستثمار. شركة تسلا استثمرت في بيتكوين ب 1.5 مليار دولار أظن، ما لم يتم بيع هذا الاستثمار قبل التغريد عن انه البيتكوين بيعمل تلوث لا يوجد. يعني مثل حيالله أناليست وقتها بده يعطي آراءه، مش هيدي أفكار أو آراء إذا المستثمر بياخد فيها أو ما بياخد فيها، هيدي بترجع للمستثمرين. ولكن لا يوجد، يعني ما بتعتبر تلاعب في الأسواق. أنا أشكر تواجدك معنا روني نعمة كبير محلل الأسواق في سكويرد فاينانشال، وكنت معنا من فانكوفر وليس فرانكفورت. نعم.